السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي موجز جديد مليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بالعناوين. إليسا تقلد سعد المجرد بحفل الرياض والأخير ينفجر ضحكا. دنيا بطمة تضع حدا لشخص تحرش بها. التفاصيل في هذه الحلقة. والد الطالب سعدون يكشف أن هناك مفاجآت في قضية ابنه ستسر المغاربة. ظهور السليماني توقف قلبي أثناء العملية الجراحية وتشبث بالحياة في آخر دقيقة. كريم الأحمدي يعقد قرانه مساء يوم الجمعة بحضور بوحدوز والمحمدية. التعليق الأول لهاندا أرتشيل بعد انفصالها عن كان يلدريم. سرق النجمان سعد المجرد وإليسا الأنظار مجددا عقب لقائهما في جدة بعد تسجيل ديو من أول دقيقة، الذي لا زال يحصد المزيد من المشاهدات بعد تجاوزه 130 مليون مشاهدة. وعاد سعد المجرد وإليسا أداء هذا الديو خلال حفلهما بجدة مساء يوم الجمعة المنصرم، كما أديا سويا عددا من أغانيهما المنفردة من ضمنها أغنية عد الكلام التي جربت إليسا من خلالها تقليد أداء الفنان المغربي في موقف طريف. قابله المجرد والجمهور بابتسامة عريضة. وعادت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام هذا المقطع الطريف وسط تفاعل كبير من قبل المتابعين. من جهة أخرى، أشاد عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا بالانسجام الكبير والواضح بين النجم المغربي والنجمة اللبنانية على المسرح، إضافة إلى الحب والاحترام المتبادل بينهما. يشار إلى أن والدة سعد المجرد الفنانة نزار الركراكي كانت من ضمن الحاضرين بالحفل الغنائي الضخم الذي أحياه نجلها رفقة إليسا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي رفع شعار كامل العدد بعد أن بيعت جميع التذاكر. تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام بمقطع فيديو للفنانة دنيا بطمة في أحدث حفلاتها الغنائية، وهي تضع حدا لشخص تحرش بها أمام أنظار الحضور. ظهرت دنيا بطمة في مقطع الفيديو القصير وهي تغني بجانب الرجل الذي أقدم على وضع يده على منطقة حساسة، الأمر الذي دفع دنيا بطمة لإبعاد يد المتحرش عنها. وأشاد عدد من المعلقين بتصرف دنيا بطمة مع المتحرش، وكتبت إحدى المتابعات الشارف لآخر، وأضافت أخرى أنا تعصبت في بلاصتها. في سياق آخر، تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة لإصدار جديدها الفني عبر قناتها الرسمية بموقع رفا الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي تحمل عنوان خربوشة. رد الطاهر سعدون على بلاغ سفارة المملكة بكييف بشأن إبراهيم سعدون المدان بالإعدام ابتدائيا بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الإقليم الذي أعلن انفصاله عن أوكرانيا بمباركة من روسيا. وقال في تصريح إعلامي إن البلاغ السالف الذكر غير مسؤول وصياغته ركيكة، ونفى أن تكون السفارة أو الخارجية المغربية تواصلت معه، مبرزا بأنه فقد ثقته بالحكومة المغربية. وكشف أن هناك تحركات على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت في هذا الملف ستسر المغاربة بشأن قضية ابنها. كما أعرب والد الطالب المغربي إبراهيم سعدون عن ثقته بالكفاءة التي تتمتع بها محامية ابنها، مبرزا تعذره تعيين محام لإبراهيم، وعز سبب ذلك إلى غياب قانون بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية يخول تعيين محامي أجنبي بعد انفصالها عن أوكرانيا. وأفاد أن المحكمة بما يسمى دونيتسك عينت محامية تتميز بالكفاءة، وأسرة إبراهيم تثق في قدراتها. وأشار إلى أن المحامية السالفة الذكر استأنفت الحكم فعلا على غرار البريطانيين، لافتا إلى أن لكل واحد منهما محام أيضا.
كشفت الممثلة زهور أسليماني أنها مرت من وعكة صحية صعبة كادت أن تودي بحياتها خلال العملية الجراحية أجرتها قبل سنتين على مستوى القلب. سليماني تحدثت للمرة الأولى عن الأزمة التي عاشتها قائلة خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية إن قلبها توقف خلال العملية الجراحية، حيث اضطر الطاقم الطبي لإعلان وفاتها لأبنائها وعائلتها. وأكدت المتحدثة ذاتها أنها مرت من أزمة صحية حرجة استدعت نقلها للمستشفى العسكري بالرباط لتلقي العلاج جراء معاناتها من مشاكل على مستوى شرايين القلب. وأشارت زهور سليماني إلى أنها كانت متخوفة من الوضع الصحي الذي كانت تعيشه ولم تبدي ذلك لعائلتها وأبنائها، مضيفة تشبثت بالحياة في آخر دقيقة. وأطلت الفنانة المغربية في عدد من الأعمال الفنية مؤخرا سواء التلفزيونية أو السينمائية، كان آخرها مشاركتها في سلسلة التيراتي التي جسدت بطولته رفقة كل من الممثل حسن الفدة. عقد اللاعب السابق للمنتخب المغربي كريم الأحمدي قرانه مساء يوم الجمعة بعد أن أوشك على وضع حد لمساره الكروي. ونشر اللاعب الدولي السابق بعض الصور ومقاطع الفيديو على حسابه في الإنستغرام توثق لحفل الزفاف الذي شهد حضور بعض لاعبي المنتخب المغربي أبرزهم الحارس منير المحمدي والمهاجم عزيز بوحدوز. وانهالت التهاني على متوسط ميدان فينورد الهولندي السابق من رفاقه ومن الجمهور المغربي الذي هنأه على دخوله لعش الزوجية في سن 36 عاما. وتعرض الأحمدي لإصابة ألمت بها قبل بضعة أشهر دفعته للاتفاق مع الاتحاد شهر فبراير الماضي على فك الارتباط بينهما، حيث لا زال لم يستقر على قراره في الاعتزال أو إضافة سنوات أخرى لمساره الكروي. نشرت صحف تركية خلال الساعات الماضية أخبار تختص بالمشاهير لتكشف عن انفصال النجمة هاندا أرتيل وكان يلديريم بعد أشهر قليلة من دخولهما بعلاقة حب. وذكرت مصادر أن سبب الانفصال يعود إلى تعرض هاندا أرتيل للخيانة من قبل كان يلديريم. وعلقت النجمة التركية بعد انتشار أنباء تفيد انفصالها عن يلديريم إنه بمثابة صديق بالنسبة لي وسيظل دائما صديقي، ليس هناك أحد في حياتي وأنا أركز على أعمالي وسعيدة جدا. ومن الواضح أنها لا تريد الدخول كثيرا في تفاصيل الخبر. وقد أثار رد هاندا جدلا واسعا بين الجمهور لأن علاقتها لم يمضي وقت طويل على دخولهما بها مع يلديريم. وصرحت النجمة التركية في نهاية شهر أبريل الماضي بوجود علاقة تجمعها بكان يلديريم خلال ردها على أحد الصحفيين عندما وجه لها هذا السؤال، وأضافت بأن كل شيء على ما يرام. وفي تصريحات أخرى عن حبيبها السابق كارام بورسن، حيث وجه الصحفي سؤالا لهاندا عنه لترد سؤال لا داعي لها، هل ممكن هذا الشيء؟ لا نتكلم عن هذه الأشياء، لا داعي لذلك. وقامت هاندا أرتيل بعدها بإلغاء متابعة كارما من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت صورهما معا، وذلك لتأكيد انتهاء العلاقة بينهما. بدأت قصة حب هاندا أرتيل وكارم بورسن مع انطلاق تصوير مسلسلهما أنت أطرق بابي، حيث كانت هاندا وقتها مرتبطة بالفنان مراد دالكيليتش وتستعد للزواج منها، إلا أن الانسجام بين هاندا وكارم كان لافتا منذ الحلقات الأولى، الأمر الذي استفز دالكيليتش وبعد مدة قصيرة أعلن انفصاله عن هاندا. وكانت علاقة هاندا بكارم قوية وقريبة جدا، حيث كانت تخرج معه للعديد من المناسبات والأماكن العامة مع إظهار الرومانسية بشكل بالغ. بعد أن أصبحت النجمة التركية هاندا الوجه الإعلاني لدار المجوهرات بعد ظهور مع كاميرا في عدد من الصور، وتعرضت لشائعات بوجود علاقة حب تربطها بأتساي كاميرا صاحب دار المجوهرات. وفي تلك الفترة ردت هاندا على الشائعات مؤكدة أنها ما زالت عازبة ولم ترتبط ولا صحة لما يتم تداوله، وأشارت أنها تركز على عملها فقط. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.